أجمل إطلالة على الإطلاق. شايفين المنظر اللي ورايا؟ الواحد يشوف الأفق وهو قاعد في هذه الإطلالة الجميلة، إطلالة البلكونة. وما نخفي أيضا إطلالة الطبيعة الجميلة، يعني إطلالة بانورامية في هذه الشقة الرائعة، شقة في أفخم مجمعات منطقة أكشابات في مدينة طرابزون. بعد ما شفنا يا جماعة الخير إطلالة الشقة الرائعة والجميلة، نشرح مع بعض تفاصيل الشقة من الداخل. حاليا أنا في الدور السابع، يعتبر الدور التوب في البناية هذه. مجمع متكامل الخدمات، فيها مسبح وألعاب أطفال ونظام سيكوريتي، خدمة 24 ساعة على مدار الأسبوع، بالإضافة إلى المواقف المغلقة. يعني مجمع كومباوند متكامل الخدمات. والدور السابع زي ما قلت، مساحة الشقة 185 متر مربع. حاليا أنا في صالة الشقة. الشقة معروضة بالأثاث زي ما انتم شايفين، أثاث راقي وجميل. وشفنا الإطلالة، مساحة الصالة الكبيرة تقريبا 35 متر مربع. ديكورات جميلة، ديكورات سقفية، نارات ليد مخفية، بالإضافة إلى مكان وحدة التلفزيون أيضا، في ديكورات راقية وجميلة. تعالوا نشوف تفاصيل الباقية للشقة. المطبخ، المطبخ هو المكان الجميل لربة الأسرة. إطلالته أيضا نفس إطلالة البلكونة، إطلالة الطبيعة والبحر الجميل. يعني الخضرة والزرقة موجودة في هذه الإطلالة الجميلة. مساحة المطبخ مساحة كبيرة وشاسعة، أدوات الكهربائية مكتملة تقريبا نقدر نقول. في المساحة الكبيرة حاطين طقم صفر جميل، والمخرج الآخر اللي شرحته سابقا للبلكونة من جهة المطبخ. مساحة جميلة، دواليب عيتها والجودة عالية. واستخدام الشقة نقدر نقول استخدام بسيط، حتى لو تلاحظوا الاستكارات في الدواليب والاستكارات اللي موجودة في النوافذ لسه ما انشالت. يعني استخدام بسيط جدا، تعتبر كشقة صفر. نكمل تفاصيل باقي الشقة جماعة الخير. داخلية الشقة من هنا، أول ما بندخل الشقة إحنا شرحنا من جهة البلكونة، فداخلية الشقة من هنا راح يكون. أول ما ندخل بنواجه الكوريدور. تفاصيل الشقة من اليمين المطبخ والصالة، هنا يسارا دورة مياه التابعة للضيوف، نقدر نحولها إلى نظام كلوزيت. أرضياتها سيراميك، ديكورات سقفية. مساحة الكوريدور مساحة كبيرة، لأن حرية الاختيار نقدر نركب هنا دولاب خاص بالأحذية والعبايات. والغرف تفاصيلها جاي بهذا الشكل. يسارا عندنا هنا مساحة جدا حلوة لدورة المياه الرئيسية، المواد المستخدمة في الأدوات الصحية والسيراميك ألوانها جدا متناسقة وجميلة. مقابل دورة المياه الرئيسية عندنا غرفة رقم 1. لو تلاحظوا هنا في الغرفة الأولى سرير مزدوج مع الدولاب. الشقة فيها 3 بلكونات، البلكونة الأولى الرئيسية الأمامية، وهذه البلكونة الثانية في الغرفة رقم 1، بلكونة كبيرة. كل البلكونات مزودة بنظام الزجاج الشرائح، والمساحة الكبيرة هذه نقدر نستغلها بالشيء اللي نرغبه. بجوار الغرفة رقم 1 عندنا غرفة رقم 2. الغرفة الثانية جماعة الخير نفس الغرفة رقم 1 بس ما فيها بلكونة. الغرفة الثانية برضو حاطين فيه سرير مزدوج مع الدولاب. مساحات الغرف تعتبر مساحة كبيرة في شقة 3 غرف صالة بمساحة 185 متر مربع، تعتبر شقة جدا حلوة ومساحة جدا مناسبة. وبرضو ما ننسى الديكورات السقفية الموجودة في الممرات وفي الغرف وفي الصالة، يعني تقدر تقولوا في أغلبية الشقة موجودة الديكورات الجميلة الراقية. تعالوا نشوف غرفة الماستر. غرفة الماستر يا جماعة الخير هذه هي غرفة جميلة وراقية.
والأثاث راقي أيضا، دولاب، سرير مزدوج، تفاصيل باقي غرفة النوم متكاملة، مساحة الواحد يأخذ راحته في التحرك في الغرفة الكبيرة. وأيضا أقدر أضيف أنه الدولاب هذا نقدر نحطه داخلية في غرفة خاصة بغرفة تغيير الملابس، الدريسنج روم. يعني لو تلاحظوا منطقة كبيرة هنا منطقة الدريسنج روم، ومنها إلى دورة المياه الخاصة فيها. أغلبية الشقق ما نلاحظ في غرفة الدورة المياه الخاصة بغرفة النوم الرئيسية ما يكون فيها الكلوزيت أو المغسلة، فقط المروش، تقدر تقولوا دورة مياه متكاملة. وفي أيضا مخرج خاص للطوارئ موجودة في غرفة الدريسنج روم، وغرفة الماستر برضو لها بلكونة، يعني ثلاث بلكونات في الشقة هذه، مساحة كبيرة جدا حلوة، الطبيعة خلابة، ننبسط عليها بإطلالة البلكونة الخلفية، إطلالة جميلة جدا على الطبيعة الرائعة. أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. بعد ما شفنا الفيديو الجميل للشقة الرائعة وإطلالتها الخيالية، أرجوكم الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسئلة تسجلها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا أيضا متابعة داخل فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب برج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.